طب اول شيء اذا عملنا الجواكامولي، الجواكامولي كان عباره عن افوكادو طحناه، بعدين حطيت معه عصير ليمون، كزبرة، حطيت ملح، حطيت ثوم مهروس وبندورة وبصل أخضر. مرات بضيف له معلقة كريمة بس اليوم ما حطيت. وهلا عندنا الصلصة، هاي هي عبارة عن بندورة وبصل، وبعدين حطيت معهم كزبرة وبصل أخضر، ليمون، نقطة زيت زيتون وملح. أما الساور كريم أو الصلصة المالحة، سوري الصلصة الحامضة، حطيت لبنة مع معلقتين من الكريمة السائلة، شوية عصير ليمون وملح، وهون عندنا المخلل المكسيكي اللي هو يقدم، اللي هو طبعا الهالوبينو بابيرس. فهيك صاروا صلصات. خليك بده يعني تعيدينا تسميتهم واحدة واحدة، تأشرين عليهم. جواكامولي، اوكي، ساور كريم، صلصة، مخلل. بدنا حبتين افوكادو، حبة بندورة مفرومة، بصلة خضراء مفرومة، حبتين ثوم، ملح وفلفل. نحتاج كمان ل كزبرة خضراء مفرومة، عصير ليمون، والقليل من الكريمة بس اختياري. هلا رح اقول لكم عن الكريمة. اما الصلصه الثانيه فهي الساور كريم، هي بنحتاج للبنه وكريمه سائله وعصير ليمون وملح. اما الصلصه اللي هي الصلصه الحمراء زي السلطه بتيجي، بدنا بصل وحبتين بندوره وكزبره وعصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل، وبصل اخضر مفروم. طيب خلينا نعمل وحده وحده. رح نبدا اول شيء بالجواكامولي. يلا هذا عندي هون الافوكادو مقطعته وحط عليه الليمون اوريدي عشان ما يسود، وهلا بس بدي اهرسه. بتقدروا تعملوه بالشوكه بس انا بحبه يكون شوي كريمي اكثر. افوكادو كثير زاكي، مفيد جدا يعني. على فكره تغميز زاكي مع السلطات، زاكي مع كل شيء زاكي. هلا شايف هذا هو القوام اللي انا بدي اياه، بس خليني تمام انزل الباقي. طيب هلا شوفوا ايش بدنا نضيف له حتى يطلع معكم اسكى جواكامولي. بدنا ثوم مهروس، اوكي، بدنا كزبره خضراء، بصل اخضر. هلا بتقدروا تحطوا بصل ني، انا مش كثير بفضله فيه لانه عاده لما بزيد عندي ومثلا بحطه بالثلاجه ما بحب البصل بيقنن، فبحب بس البصل الاخضر فيه، هذا اختياري. رح اخذ ايش بيقنن؟ البصل يعني بيقنن كيف؟ بيطلع له ريحه. ها؟ بيطلع له ريحه. بيطلع بيقنن. والله شوية ملح، بيقنن شوية فلفل إذا بدكم. هلا بدي أقول لكم شغلة، هلا هي هيك صارت عنا مليون بالمية جاهزة. مرات إذا بدي أعمله كريمي أكتر شو بعمل؟ بحط له معلقة كريمة، فهو اختياري. اليوم مش رح أحط بصراحة، رح أعمله على الأصولة بدون الكريمة اليوم. هلا بنجيب هاي اللي بدنا نقدم فيها الصلصات الجانبية، بنحط الصلصة الأولى اللي هي صلصة الجواكامولي. جواكامولي تمام. هلا صلصتنا الثانية رح تكون اللي هي السالسا، هي عبارة عن شوفوا شو، بندورة مفرومة ناعم، بصل مفروم ناعم، عصير ليمون، ملح، وبرضه كزبرة. وبما إنه فيها بصل بتقدروا ما تحطوا بصل أخضر، بس أنا بحب نكهته فرح أضيف البصل الأخضر. وهيك صلصتنا الثانية رح نضيف لها معلقة زيت زيتون، هو ما بنحط لها بس أنا بحبها تكون قريبة لسلطتنا نحنا البلدية العادية يعني الفلاحية. تعرفيها شوي يعني شوي هيك شرق قريب. أوسطيها شوي بالضبط. هيها هيك، هاي صلصتنا الثانية يا عيني. تمام يا جماعة. هلأ مرات في بعض الناس بيقدموها مع الصلصة المطبوخة، في نوع بنطبخ بتكون زي الدب بصير، بس هي هاي أصلا. أنا بتعرفي بميل بهاي الشغلات للصلصات الباردة يا شيف، بحبش الصلصة تكون مطبوخة. أيوة لا هلا هي بتكون مطبوخة قصدي بس مبردة، بس إنه بطبخ المكونات. أنا عارف بس الطبخ في الأمر هو اللي أسكى. ما لا أنا بحبها هيك. تحبها هيك. طيب هلأ الساور كريم دائما. الله يلمعت السلطة طلعي. صح. شوف هلا الساور كريم دائما بننسأل عنها، اللي هي الكريمه الحامضه اللي بتتقدم بالمطابخ او بالسري بالمطاعم المكسيكيه. في عده طرق لاعدادها، اسكى طريقه انه تجيبوا لبنه عاديه تكون فيها شوي حموضه، تحطوا يعني مش التركيه، لبن يعني لبنتنا نحن، بحط عليها الملح، وبرضه بضيف لها شويه عصير ليمون اضافي عشان تعطينا الساورنس او الحموضه اللي بدنا اياها. وبضيف لها معلقتين كريمه سائله عشان تطلع كريميه، ساور كريم تصير.
ما تكون لبنة يعني على الحل، ما يكون طعم اللبنة. فإحنا هلأ نخلطهم هدول بهاي الطريقة. ومنحطها برضو بطبق التقديم مع الصلصات الثانية. ومنزينها بالبصل. طبعا بالضبط، منزينها بالبصل الأخضر. اليوم البصل الأخضر عندك ملك يعني ملك الحلقة. والله زاكي بأمان يعني. زاكي ومفيد ترى. كثير. شوفوا طبعًا. قوامها قد ايه كريمي، لأنه حطينا لها كمان الكريمة السائلة. وهي بصل عشان سيد سمير.